بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، أخذنا أسباب سجود السهو، وأن للسهو أسباب ثلاثة: زيادة ونقص وشك. فالزيادة سهوا لا تبطل الصلاة، لكن متى تيقن أنه قد زاد لابد أن يقطع هذه الزيادة ويجلس، والصلاة صحيحة. النقص إذا كان للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن. أما الشك فينقسم إلى قسمين: بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. فإن تيقن 100% النقص يرجع، وإلا فلا. القسم الثاني من الشك أن يكون الشك في داخل العبادة، في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا كان كثير الشكوك لا يلتفت إليه أيضا، قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، فإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. زيادة ونقص وشك، هذه أسباب سجود السهو. هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ يذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصح هذا ويصح هذا ولا إشكال. ذكرنا أن السجود، سجود السهو وسجود من يعرف، وسجود التلاوة، وسجود الشكر. سجود السهو تقدم، سجود التلاوة يسجد إذا جاءت ومرت به آية فيها سجدة على ما هو موجود في المصحف. إذا سجد الإمام سجدنا، إذا سجد القارئ وكنت تسمع لقراءته تسجد كذلك. هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؟ لا. هل يشترط للمرأة إذا أرادت قراءة القرآن أن تغطي شعرها؟ لا. وإن جاء ومر بها آية فيها سجدة تسجد ولا إشكال. ماذا نقول في سجود التلاوة؟ مثل ما يقول في الصلاة: سبحان ربي الأعلى. هل يكبر؟ لا. يسلم بعد السجود؟ لا. وكذلك القسم الثالث سجود الشكر، متى يكون؟ إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة يسجد. ومثلنا بما ورد عن الصديق رضي الله عنه من سجوده عندما جاء خبر مسيلم أنه قتل، فتح الله عليك آخر مرة. غير هذا. أخذنا أن أوقات النهي خمسة، وقلنا لو قال قائل: ما الحكمة من هذه الأوقات، الأوقات التي فيها نهي؟ نقول: أنت عبد ليس لك إلا رضا التسليم، وأن هذه الأوقات منها ما هو موافق
للكفار في عبادتهم حتى وإن كان في الوقت منعنا، أو الوقت الذي تسعر في نار جهنم، أو حتى ينشط الإنسان الصلاة، لأن المنع يجعله يشتاق وهكذا. والشريعة جاءت بتنوع العبادات حتى تنشط. أحيانا تصلي الفجر الساعة 7، وأحيانا الساعة 6، وأحيانا الساعة 5، تصوم مرة في الصيف ومرة في الشتاء. نعم، هذا يجعل النفس تنشط، صحيح؟ المنع يجعلك ترغب في الصلاة، ولهذا تجد أن أوقات النهي بعد هذا الوقت يأتي وقت صلاة. الآن عندما منعت في الوقت الأول والثاني تأتي صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الإشراق. نعم، تصلي ركعتين أو أربع ركعات أو 6 ركعات، ثم يأتي المنع قبل الظهر، ثم بعد هذا تصلي الظهر، ولك أن تتنفل من الظهر إلى العصر، صحيح؟ ثم يأتي المنع إلى غروب الشمس، ثم تصلي المغرب، ولك أن تتنفل من المغرب إلى الفجر، صحيح؟ أي نعم، هذا كل وقت صلاة. أوقات النهي 5، من تسليم الإمام من صلاة الفجر إلى ظهور القرص، ومن ظهور القرص الثاني إلى أن يرتفع، قلنا تقريبا من ظهور القرص إلى أن يرتفع قرابة 1/4 ساعة، قبل أذان الظهر عندما تكون الشمس في كبد السماء، وبعد تسليم الإمام من صلاة العصر إلى أن تدنو الشمس، من دنو الشمس إلى أن تغرب، هذه أوقات 5 لا نصلي فيها، نهينا عن الصلاة فيها إلا قضاء الصلوات المفروضة والصلوات ذات الأسباب، إعادة الجماعة يذكر الشيخ رحمه الله، وكذلك الصلاة ذات سبب، صلاة الكسوف وتحية المسجد مثلا، ركعتي الطواف فتح الله عليك، غير هذا. صفة صلاة الكسوف يصلي ركعتين ب4 ركوعات، في كل ركعة يركع مرتين، يجهر في القراءة ويطيل، ويشرع عند الكسوف الصلاة والاستغفار والصدقة. نعم، وقلنا هناك من يرى أن صلاة الكسوف واجب للنداء، ينادى إليها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ثم يخطب بعد الصلاة، غير هذا. نعم، الحركات في الصلاة 5، حركة محرمة، أكل، شرب، ضحك، التفات كثير عن القبلة، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، الكلام العمد مع العلم والذكر. حركة مكروهة هي الحركة قليلة أو غير متوالية لغير حاجة، وإذا كانت حركة لحاجة فهي مباحة، وحركة يتوقف عليها كمال الصلاة مستحبة. صحة الصلاة واجبة، هذه الحركات في الصلاة 5، غير هذا. تفضل، غير هذا مما أخذنا. صلاة الاستسقاء، طلب السقيا،
يواعد الإمام الناس بالخروج إلى المصلى، يخرج الناس إلى المصلى، يخرج في صورة المنكسر المتواضع، يصنع أشياء قبل الخروج موجبة لرحمة الله، خروج من المظالم، ويأمر الناس بهذا والصدقة والاستغفار، يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. نعم، فتح الله عليك. وغير هذا. نعم، رأينا المعنى الصحيح من أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقلنا القراءة تشمل الحفظ ومخارج الحروف والتدبر والعمل، ولو وجد من هو حافظ لكن لا يعرف فقه الصلاة، ومن لديه شيء من الحفظ مع الفقه يقدم الأفقه. ثم إن كانوا في القراءة السواء فاعلموا بالسنة، كانوا في السنة السواء فأكبرهم سنا. وذكرنا ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مما يفعل بعض الناس هدانا الله إياه، وهو أنه لا يتقدم أو يتأخر أو كذا، يتقدم إذا كان يغلب على ظني أن أحق الناس بهذا. نعم، إلا إذا كان المسجد له إمام راتب، أو في لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه، فتح الله عليك. وغير هذا. نعم، مدافعة الأخبثين، قلنا مدافعة سيرة هذه لا تضر، مدافعة قوية محرمة، صلاة باطلة لا خشوع، مدافعة ليست بخفيفة أو قوية وسط فالصلاة مكروه هنا. وطعام يشتهيه ومأذون له فيه في تناوله، صحيح كذلك. نعم، طيب، صلاة أهل الأعذار، المريض كيف يصلي المريض؟ أولا، هل المرض يمنع من حضور صلاة الجماعة؟ ننظر ما هذا المرض، كما ذكرنا فيما تقدم في الصيام، جرح في إصبعي وقال معذور لا أستطيع الصيام ولا صلاة الجماعة، هل هذا مرض يمنع من حضور الجماعة؟ لا، لكن إذا كان لديه مرض وهذا المرض يشق عليه أن يحضر الجماعة ويمنع من حضور الجماعة فهذا معذور، حمى شديدة مثلا فهذا معذور في حضور الجماعة. يا أخواننا، كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني يحمل من رجلين ويسحب سحب إلى المسجد، ولا يتخلف عنها إلا منافق، نسأل الله السلامة والعافية، ظاهر النفاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعل السلف، حرص على الجماعة. الجماعة تشرع حتى عند الخوف، اجتماع وعلى إمام واحد، صلاة الخوف فيها شيء من الغرابة أحيانا تجدها، هذا يدل على اجتماع الأمة حتى في الخوف، إمام واحد ويجتمع فريق يصلي وفريق يحرس ثم يأتي الفريق الثاني وكذا، هذا دليل من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أقل ما يقال فيها، مفهوم؟ أجلس. طيب، إذن يعفى عن المريض، أي مريض الذي يشق عليه حضور الجماعة يعفى عنه، والله حسيبه، إن استطاع أن يصلي قائما والصلاة قائمة ركن، القيام في الصلاة ركن في الفريضة، أما النافل يصح أن يصلي جالسا ويكتب له نصف أجر القائم، إلا إذا كان مريض
ويشق عليه القيام يصلي جالسا وله الأجر كامل، أو على جنب، أو على جنب. هذه القبلة ينام على جنبه الأيمن ويتجه بوجهه وجنبه إلى القبلة. كيف يركع ويسجد على جنب؟ يتخيل أنه راكع وساجد. أما حال الجلوس يومئما، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع. انتبه. نعم، إن شق على المريض أداء كل صلاة في وقتها ماذا يصنع؟ يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع تقديم بين الظهر والعصر، يصلي الظهر في وقت الظهر ثم يجمع معها العصر، أو جمع تأخير يؤخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصر. وكذلك يسن للمسافر الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقصر المسافر الرباعية. هذا الضابط عندنا، يقصر أي صلاة؟ أي رباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء. والمغرب لا، ليست برباعية. والفجر، إذن يصلي المسافر الفجر ركعتين، والظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين. هذا إذا صلى خلف إمام مسافر يصلي بصلاته والمسافر يقصر، أو صلى منفردا. لكن إذا صلى خلف مقيم يأتم بالمقيم ويصلي بصلاته حتى ولو أدرك من الصلاة ركعة. يعني الآن جاء إلينا رجل مسافر وأدرك معنا من صلاة العشاء ركعة واحدة وصلى خلف الإمام والإمام مقيم، ماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بثلاث ركعات لأنه أدرك مع الإمام ركعة. مفهوم؟ نعم. عند الخوف ذكرنا صلاة الخوف في الجهاد، نصلي الصلوات جماعة إمام واحد. نعم، لكن إن اشتبك وجاء، يعني كان القتال دخل وقت الفجر الآن، ما استطاع أن يصلوا جماعة، يصلوا الآن فرادى إنه يخاف هذا المجاهد خروج الوقت، فماذا يصنع؟ يصلي على حاله حتى وإن كان يعني أحيانا ينحرف على القبلة أو يجري أو يصنع شيء من هذا في القتال. مثاله غرقت الباخرة وأخذ يسبح ودخل وقت الفجر، ماذا يصنع؟ صلي على حاله. نعم. طيب، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة أولا في أمور تكون في يوم الجمعة، من يذكر لي ماذا نصنع في يوم الجمعة؟ ما شاء الله، بسم الله. هل يوجد قراءة خاصة في ليلة الجمعة؟ لا، لأن هناك من هدانا الله إياه يقرأ في عشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة ويقول هذا من باب التذكير. هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. في صلاة الفجر قراءة خاصة؟ نعم، يقرأ في الأولى بالسجدة وفي الثانية بالإنسان،
هل يعد هذا تطويل؟ لا، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يقرأ بهذا لا إشكال. إذن قراءة خاصة في صلاة الفجر، أي فجر الجمعة، وقراءة خاصة في الجمعة بماذا؟ سبحوا الغاشية أو رتب في الجمعة والمنافقين. نعم، طيب، قراءة خاصة. أيضا قراءة سورة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير لصلاة الجمعة. فماذا يصنع؟ يأتي في الساعة الأولى، أي بعد الإشراق، هذه الساعة الأولى، يبكر للصلاة، يحرم التحلق قبل الجمعة، لكن بعد صلاة الفجر يصح أن يكون هناك درس كما هو الحال إن شاء الله غدا، لكن قبل الجمعة لا درس. نعم، لأنه نهي عن التحلق. يأتي في الساعة الأولى، ما الحكمة من هذا التبكير؟ نعم، فتح الله عليك شريعة ليس لك إلا الرضا والتسليم. في كل عيد لابد أن نقرب قربان. في عيد الفطر تقرب قربان وهو زكاة الفطر، في عيد الأضحى تقرب قربان الأضاحي، الجمعة عيد تقرب قربان، خفف الله عنا، وهذا من نعم الله، وأن الله سبحانه وتعالى جعل التبكير مقابل هذا. نعم، التصدق في العيد. الجمعة عيد الأسبوع، هل يشرع في يوم الجمعة التهنئة بيوم الجمعة؟ وانت ترى الآن في الرسائل جمعة مباركة، يصح؟ يا أخي جمعة مباركة، لماذا؟ لأنه كان الصحابة رضي الله عليهم تأتي عليهم جمعة ولم يقل واحد منهم جمعة مباركة، جمعة مباركة والسبت مبارك وأحد مبارك. صحيح، كل الأيام مباركة الحمد لله، أيام أهل الإسلام. صحيح، إذن لا يوجد تهنئة بالجمعة، يبكر يدخل إلى المسجد، يصلي ما كتب الله له، ولا يوجد للجمعة سنة قبلية لأنها ليست بظهر، يصلي ما شاء ركعتين ركعتين، يقرأ سورة الكهف، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينوع. نعم، حتى لا يمل، يدنو من الإمام. فإذا خرج الإمام، الإمام لا يبكر، يأتي على وقت الصلاة. الأحوط الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصلاة تقع مع دخول الوقت، يصح أن يأتي الإمام ويخطب قبل الوقت، لكن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الأحوط أن تقع صلاة الجمعة في الوقت، يدخل الإمام يسلم. إن دخل من هذا الباب مثلا، دخل يسلم على من مر عليه، يصعد على المنبر ويستقبل الناس ويسلم، إذن لا يصلي ركعتين تحية المسجد، يدخل مباشرة ويسلم ثم يجلس، يبدأ الإمام ويؤذن أذان واحد، ثم بعد هذا يقوم ويأتي بالخطبة الأولى، ثم يجلس، ثم الخطبة الثانية، ثم بعد هذا تقام الصلاة ويصلي ركعتين جهرا وليست ظهر،
يجهر فيهما بالقراءة، فيها يستحب فيها القراءة. طيب، ولا تصح صلاة الجمعة دون أن تتقدم بخطبتين. نعم، أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة. أي نعم، إمام ومعه مع الإمام مع اثنين تنعقد الجمعة بهذا. هذا على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكرنا هذا نسير عليه. نعم، في الجمعة ساعة إجابة، فتح الله عليك، أقوال كثيرة فيها. من أرجح الأقوال أنها من خروج الإمام لأن تقام الصلاة، هذا قول، وقبل غروب الشمس. نعم، غير هذا مما يكون يوم الجمعة. الاغتسال، غسل الجمعة واجب، التطيب للجمعة، يلبس أحسن الثياب، يجب عليه الإنصات للخطبة، لا يرفع اليدين عند الدعاء إلا في الاستسقاء، سواء من الإمام أو من المأمومين. يمشي ولا يركب. نعم، وإن اضطر للركوب ركب، الحمد لله، ما الإشكال. الأصل أن تكون جمعة واحدة. نعم، هذا الأصل. وإن احتاج الناس إلى جمعة ثانية أو ثالثة دون تفريق الأمة يصح، وإلا حكمنا بما عليه مس الضرار. أي نعم، فتح الله عليك. نعم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر؟ لا، لكن إن حضر المسافر وصلى يصح. يصح أن يكون المسافر إمام ويخطب. نعم، لكن من أقال مسلما أقاله الله يوم القيامة. نعم، أيضا يعظ فيها الناس وعظ، ومن فقه الإمام تخفيف الخطبة وتطويل الصلاة على ما ذكرنا من القراءة الخاصة. نعم، طيب، صلاة العيدين. العيد عند أهل الإسلام، انظر إلى العيد عند أهل الإسلام، يستقبل العيد بالطاعة لا بالمعصية، يستقبل العيد في أول النهار لا بالسهر وضياع الأوقات. نعم، يستقبل العيد بالنجاح والفلاح ومتابعة الأعمال الصالحة، خلافا كل من يسهر، هذا إنسان فاشل ولا شك فيه. في عاقل يستقبل أول العام على أو العيد بالضياع والإسراف وترك الأموال وكذا ومفرقعات وكذا؟ هذا الذي يأخذ 100 يورو ويحرقها، ماذا نقول عنه؟ سفيه. نعم، يأتينا يحجر عليه السلطان، يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف في ماله، مفهوم؟ المهم لا نريد أن نتكلم أكثر منها، اللبيب بالإشارة يفهمه. طيب، تفعل في الصحراء اجتماع الأمة على صلاة عيد واحدة في البلاد، عيد الفطر. في عيد الفطر ماذا يصنع الخطيب؟ يذكر الناس بماذا؟ بالأحكام،
الأحكام المناسبة، يذكرهم مثلا بالاستمرار على الأعمال الصالحة، بصيام ست من شوال. نعم، أما في عيد الأضحى يبين لهم حكم الأضحية ومتى تذبح والشروط فيها. وعلى هذا طيب، يصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا نداء. النداء يكون للصلوات المفروضة الخمس وللجمعة وللكسوف، أما العيدين والاستسقاء ليس هناك نداء. نعم طيب، ثم يخطب ويذكر الأحكام المناسبة. تكبير مطلق والتكبير مقيد. المقيد يعني بالصلوات المفروضة، أدبار الصلوات المفروضة، والمطلق يعني في كل وقت. متى يبدأ التكبير؟ في الفطر عند الإعلان، أي الإعلان بدخول الشهر أو بغروب الشمس في آخر ليلة من رمضان إلى يوم العيد بغروب الشمس، غروب شمس يوم العيد، هذا في عيد الفطر. في عيد الأضحى التكبير المقيد عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى أيام أربعة، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. نعم طيب، بهذا ولله الحمد تم كتاب الصلاة. يبقى معنا كتاب الجنائز. كتاب الجنائز هو من كتاب الصلاة. ناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك الفقهاء يذكر المسألة في أول مكان تذكر فيه. الآنية لم يؤخر الآنية للأطعمة، قدمها هنا، فيقدم الفقهاء دائما المسألة في أول مكان، ثم بعد هذا يقول قد مرت معنا. الآن كتاب الجنائز، ما الذي جاء بكتاب الجنائز هنا؟ الصلاة، لأن أكثر ما ينتفع به الميت الصلاة عليه. واحذر من مسألة، فتوى هيئة كبار العلماء، الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين وغيره من رحمه الله، تارك الصلاة بالكلية. تارك الصلاة بالكلية كافر كفر أكبر. إذا مات نسأل الله السلامة العافية، لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث ولا. نعم يا أخي، أنت ماذا تريد من الكافر؟ تريد من الكافر أن يصلي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قال فقد كفر. ومن العجب أنه يأتي بعض الناس ويقول جاءني فلان وأراد أن يتزوج، يصلي؟ قال لا يصلي. إذن كيف يزوج هذا؟ هو لا يصلي. حتى أحيانا يعني تسمع بعض الناس أن يقول فلان يسب الرب وسب الدين ولا يصلي. سبحان الله، ماذا بقي في الدين أصلا إذا لا أعرف هذه الأمور؟ الآن هناك أمور قبل الوفاة وأمور عند الوفاة وأمور بعد الوفاة، هذا كتاب الجنائز، قبل وعند وبعد. قبل الموت، قبل الموت استعداد ليوم الرحيل، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
فماذا تصنع؟ تستعد. هذا قبل، قبل استعداد. بماذا؟ بالأعمال الصالحة، المبادرة، الخروج من المظالم وكذا، أمر معلوم. عند الوفاة، عند الوفاة تلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، تلقن بلطف، تقول لا إله إلا الله، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في كذا حتى يقول لا إله إلا الله. فإن تلقن الحمد لله، وإن لم يتلقن تتركه فترة ثم تعيد عليه التلقين. لا تقنط قبل هذا، يأتينا المرض والوصية وكذا، تأتي بإذن الله تعالى. وقد مرت معنا في كتاب التوحيد أن يأتي بعض الناس إلى المريض وقال مسكين وما تستاهل وكذا، لا، يذكره بماذا؟ بالرضا بقضاء الله وقدره وغير هذا. يلقن لا إله إلا الله، فإن مات ماذا يصنع؟ يغمض عينيه ويشد لحييه، يعني يربط، ويلين له المفاصل. طيب، الإسراع بتجهيز الميت هذا إذا كان تحققنا من وفاته، يعرف أهل الخبرة أن هذا مات أو لا. بماذا؟ قال انحراف الأنف وكذلك القدمين. فإن تحققنا موت إنسان أسرعنا بتجهيزه وتكفينه، وإن كان موت فجأة قال لابد أن يأتي أهل الخبرة ويتحققوا من موت هذا. نعم. طيب، ماذا نصنع في مال هذا، أو ماذا نصنع بالمال الذي يتركه الميت؟ نصنع تدوم. ماذا؟ تدوم. نعم، أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. تدريه من تدوم، تدوم أول شيء يصنع تاء، أي تجهيز الميت. بماذا؟ بالمعروف، لا إفراط ولا تفريط. بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ سعيد وترك 100 مليون يورو، فقالوا لابد أن نأخذ شيء من ماله للتجهيز والتكفين. كم يكلف؟ لا إسراف ولا تقتير، نأخذ من ماله، لا إسراف ولا تقتير. أخذنا واشترينا الكفن وأجرت حفر القبر والحمد لله. طيب، ثم دال تاء دوم، الدال الديون، ديون إما أن تكون ديون لله أو ديون للآدمي. هذه ديون مرسلة، وعندنا ديون معلقة. ديون معلقة أخذ دين من الشيخ زهير برهن، وضع عنده شيء من الذهب، فهذا دين معلق برهن، ندفع هذا الدين أولا، دفعنا، ثم بعد هذا الدين مرسل، دين لله عليه كفارات إيمان ونذور ندفعها، وهذا يطالبه بمليون يورو يأخذ الدين الآن، دفعنا الدين. بعد هذا ووصية، أوصى لمن؟ أوصى لفلان ب50 مليون يورو والحمد لله، هل أخذها؟ لا، ننظر. وصية بكم؟ الوصية تكون بالثلث فأقل،
وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى في دراسة الوصايا. المهم نخرج الوصية بالثلث فما دون لغير وارث. الواو وصية بالثلث فما دون لغير وارث، مفهوم؟ نعم. بعد هذا ميم ميراث، نقسم التركة على الورثة، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي، 7/8 والحمد لله رب العالمين. طيب، كيفية الصلاة على الميت، كيف يوضع الميت؟ نقف عند رأس الرجل، يوضع الميت أمام الإمام، الإمام الآن متجه إلى القبلة، الرأس عن يمين الإمام والرجل عن اليسار، يقف عند رأس الرجل والمرأة في وسطها، اجتمع رجال ونساء، فماذا نصنع؟ نصنع بهم كما نصنع في الصفوف، لكن على العكس. الآن هنا الإمام ثم الرجال ثم النساء، رجل ومرأة، نجعل الإمام يقف عند رأس الرجل وفي وسط المرأة وهكذا، مفهوم؟ كما نقف الصلاة يقف هؤلاء بعد الموت، يكبر التكبيرة الأولى ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وإن قرأ سورة فهذا مستحب، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات. هذه التكبيرات الأربع كل تكبيرة تقوم مقام ركعة، لو ترك الإمام تكبيرة من هذه التكبيرات الأربع فالصلاة باطلة. سلم الإمام، كبر 3 تكبيرات وسلم، ماذا تصنع؟ تسبح للإمام، رجع وكبر 4 وسلم الحمد لله، إن لم يرجع ماذا تصنع؟ تكبر 4 وتسلم، ويستحب له أن يزيد ويجعل التكبيرات 5 تكبيرات أو 7 تكبيرات، مفهوم؟ نعم. طيب، القبور الآن تجهيز وتكفين، ثم يؤتى به إلى المسجد وصلى عليه، ثم إلى القبور. ماذا نصنع في القبر؟ أين يدفن؟ في المقابر، يدفن في بيته، أوصى أن يدفن في بيته، لا تنفذ الوصية، قال ملعون الذي لا ينفذ الوصية، لا ننفذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مفهوم؟ وسيأتي معنا في كتابة الوصية بإذن الله تعالى، يحمل ويدفن اللحم أو شق، ويعمق القبر ويوضع كما يصلي الآن المريض في حال المرض على شق الأيمن، ويهال عليه التراب ويستقبل من تبع الميت للدفن، الرجال فقط، استقبلوا القبلة ويدعو له بالتثبيت، أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتني وإياكم، يوضع يرفع القبر مقدار شبر
ويوضع عليه حجر أو حجرين ويسنم. ثم بعد هذا قلنا يقف الناس بالدعاء له بعد اتجاه للقبرة لا للقبر، ثم بعد هذا ينصرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب تعزية المصاب. تعزية من؟ المصاب. المصاب أي الذي تأثر بموت هذا القريب. تعرف بعض الناس لديه ولد مفسد ودائما يتمنى لهذا الولد الموت، فمات فلم يحزن عليه، هذا مصاب؟ لا، هذا ما يعزى. يعزى المصاب في حدود كم يوم؟ 3 أيام فقط. أين؟ في أي مكان. اجتماع الناس للتعزية في بيت الميت من النياحة كبيرة من كبائر الذنوب. في أي مكان تلقاه تسلم عليه وتعزيه. تعزية المصاب، هل لأقرباء الميت البكاء على الميت؟ نعم، دون النياحة. البكاء شيء، والنياحة ذكر محاسن الميت على وجه التسخط ورفع الصوت. نعم، من النوح، نوح الحمام، يبكي على الميت. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وقال إنها رحمة، لا إشكال. أما رفع الصوت والندب وشق الجيوب ونتف الشعور والضرب وكذا، لا. طيب، زيارات القبور تقدم معنا زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. هذه الزيارات، زيارة شرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر، أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر عبرة واتعاظ، لا يشد إليه الرحل، يعني لا يسافر لزيارة القبور. انتبه. أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى دعاء الأموات زيارة شركية، وإن نوى دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية. ألا يأتي بما يخالف الشريعة، هذا هو الشرط الرابع، لا يخالف الشريعة بأن يطأ بنعليه على القبر مثلا. طيب، بهذا ولله الحمد انتهى كتاب الطهارة والصلاة والجنائز. متى صلاة الفجر؟ الحمد لله معنا وقت، جزاك الله خير. الإنسان إذا كان في طاعة الله ما يتعب بإذن الله. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. متى؟ بعد أن تجاوز المكان الذي أمر بالسير إليه، لكن قبل هذا ما يأتي التعب. ولذلك ما تتعب في رمضان ولله الحمد في الغالب، إذا كنت في طاعة الله طبعا، وكذلك في الحج. نعم، أي نعم. طيب، كتاب الزكاة، نلخص كتاب الزكاة فقط، وتتدربوا على هذا الكتاب إلى غدا، مفهوم؟ طيب، كتاب الزكاة، الزكاة عندنا فريضة ونافلة، انتهى الأمر إلى قسمين. الفريضة زكاة مال وزكاة نفس. زكاة المال تأتينا النقدين، عروض التجارة السائمة الخارج من الأرض. زكاة مال وزكاة نفس. زكاة النفس زكاة الفطر والحمد لله، هذا كتاب الزكاة، مفهوم؟
والله صدق، ماذا فيه؟ زكاة مال وزكاة النفس، زكاة الفطر وزكاة المال يأتي الأصناف التي يجب فيها الزكاة، هذا في الفريضة. أما النافلة تأتينا بإذن الله تعالى، لا إشكال في هذا. أصناف الزكاة أصناف ثمانية ذكرهم الله سبحانه وتعالى، إنما الصدقات، ويأتي بإذن الله شرح الأصناف الثمانية. يبقى معنا حساب الزكاة. خرج الشيخ أمر الطلاب بعد دراسة كتاب الزكاة، قال لابد كل واحد منكم يرجع إلى والده وينظر في الدفاتر ويحسب مقدار الزكاة لي ويأتيني بها غدا. هذا فقير وليس لديهم شيء، لا دفاتر ولا غيره، فماذا صنع؟ دخل في بيت الجيران، اختلس في آخر الليل ودخل، أوقد المصباح وأخرج الدفاتر وأخذ يحسب 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 يحسب، يعني بدأ بالحساب حتى يعني استيقظ صاحب البيت، فجاء إليه وصح: سارق لص. قال: سبحان الله، أنا سارق لص؟ أنت السارق، كل هذه الدفاتر خطأ، تأكل حقوق الفقراء، أرفع هذه الكتب إلى شيخي إن شاء الله. حساب الزكاة كيف يكون؟ نأخذ شيء منه الآن، لابد من بلوغ النصاب. بلوغ النصاب على ما جاء في الحديث في السائم من بهيمة الأنعام، تحسبها يعني شيء من حساب يأتينا غدا إن شاء الله تعالى، لكن أنا أريد منكم اليوم يعني تنظروا، تكتب مثلا 20 من الإبل كم فيها زكاة، 5 من الإبل، 3 من الإبل كم فيها زكاة، تكتبوا يعني تتدرب الآن على ما ورد عندكم، مفهوم؟ الشيخ سعيد لديه 40 مليون يورو، كم فيها زكاة؟ سهل جدا، قسم على 40، فيها 1 مليون، الحمد لله، سهل جدا، المال أسهل ما يكون، قسم على 40، انتهت المسألة. وأحيانا مسائل هؤلاء التجار يعني ما تأخذ معك وقت، أسهل ما يكون، مفهوم؟ تنظر مثلا تقول زكاة الذهب، زكاة الذهب زكاة الفضة تقسم على 40، أما زكاة الإبل والبقر والغنم هذه تنظر فيما ورد في الحديث. اكتب يعني واجب سهل جدا، وهذا أمر يعني إن شاء الله فيه تنشيط للذهن وكذا، تكتبوا لنا هذه الحسابات، وإن شاء الله تعالى غدا الدرس بعد الفجر إلى الإشراق ثم بعد العصر بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ورضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى يعني توزع الكتب بإذن الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في الصباح بإذن الله توزع متون الدورة. طيب، بارك الله فيك.